شبيب العدالة بالنسبة حقيقة نشكر جميع المتفقين ونبداو الآراء ديالهم. حقيقة أنا كنت تهددت في البداية بأنه النقاش ما بغيناش نمشي لما هو تكبير ديال الحكومة وديال الأحزاب وديال كذا، وإلا راه غادي كيقول لك من كان بابه من ولا منزله من زوجة طلع غير من نصب الحجر. لأنه هذا إذا كان شخص الواقع ديال كل حزب راه كلنا كاع عندنا فوات، وكاين اللي عندها فوات كبيرة كاين اللي عندها فوات صغيرة، وكل واحد هكذا دوالي. ولكن حنا بغينا نناقشوا يعني الشبيبات الحزبية كل هذه كيفاش توضع من مستوى العمل الشباب كيفاش هادشي اللي بغينا نمشيو للنقاش. وانا بالنسبة للمرجعية الإسلامية ما قلتش نحن مسلمون وانتم كافرون، لا إذا قلت هذا الكلام نقول له صحة من دابا نعتذر، ولكن ما قلتش هذا الكلام، قلت عندنا مرجعية إسلامية ونفتخر بالمرجعية الإسلامية. وعلاش كنقولوا حنا مرجعية إسلامية؟ لا نكفر الآخر بل نقول بأننا نستمد عملنا من الدستور الأول ديالنا. الله تعالى تيقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين على لسان سيدنا إبراهيم. أتأمرون الناس بالبر والحسنات؟ شوف أنا ما بغيتش ندخل معاك في السجن، لأن إلا دخلت معاك في السجن ما غاديش تكون إيجابي. ولهذا كنقول بأنه حنا ملي كنقول أنا عندي مرجعية إسلامية، أنت ما بغيتش تفهم هذه الفكرة واش غندخلها كلام دماغ جبتي بأنك أنت لست كافيا. راه ملي كنقولوا بانه المرجعيه الاسلاميه كاينه في الدستور، انا فقط اجسد شيئا موجود في الدستور. ما العيب انها تذكر في الدستور تذكر عندي انا في القانون الاساسي ديالي، اشنو فيه؟ تعاون واذكرها انت في القانون الاساسي ديالك، واذكرها الاخر في القانون الاساسي ديالو. وما دام ان الناس يوليو يتنافسوا داخل المرجعيه الاسلاميه، تقريبا كان موجود راه غادي يكون حتى الفقهاء عندهم اجتهادات واختلافات، يكونوا كلهم الاحزاب عندهم ياخذوا المرجعية الإسلامية وهم يجتهد. ولكن تجي تقول لي لا ما ديرش المرجعية الإسلامية، لا يمكنش تقول لي الدين في المسجد، لا الدين في البرلمان، الدين في البلدية، الدين في كلش. ونختلف هنا إذا أردت أن نختلف فنختلف، وأنت الدين غير في الجامعة نقول الدين في كل بلاصة. يعني كنعرف بأن هذا العمل ديالي عبادة، ملي كندخل البرلمان عبادة، أنت تمشي للبلدية عبادة، أنت دير تظاهرة عبادة، ضرب المعطل العباده ربما تساعد في هذا الشيء. ماذا كنقول؟ ان انا ملي كنهضر على المرجعيه الاسلاميه كنهضر عليها بهذا المنطق، ما كنهضرش على المرجعيه الاسلاميه بالمنطق ديال الاقصاء ديال الاخر. وراه شحال واحد ما تعجبوش بالهضره، وما الامر في ذلك؟ ما ارض الله واسعه، تقبلنا ما شئت وراك جيت هنا وهضرت، ما الامر؟ ما عرفتش علاش هذا التشنج، قل ما شئت. ملي هذا الكلام ما كنخلصوش عليه، قل اي حاجه كتجينا عليه الفاتوره ربما غادي يكون عندنا بحساب الله. اذا ننتقل لنقطه اخرى، هذه لينا تعرض نقاش كبير، هذا الشيء علاش انا جبت هذه القضيه هذه، وهذه راه قناعه تنامن بها، وهذا راه ماشي اليوم اللي امنا بها وقلناها وكنقولها ونستمروا فيها ان شاء الله. انا عندي بعض الملاحظات على المستوى يعني فما يستاهل تكرات بعض الكلام ممكن اننا نرد عليه. الاخ الذي يعني من يسار الشركه الموحد فالحال انا غنناقش دابا الاسئله السياسيه الحزبيه، لانه اضطريت ان نرد هذا الامر مع انني نتناقش يعني بالجانب ديال الشباب. فما يمكنش انني نتحدث على مقاطعه انتخابات ديال 2011 ونشارك في انتخابات 2007. 2007 كانت فيها مهزلة كبيرة في العمل الديمقراطي، وكانت الديكتاتورية في بين قوسين أكثر من الآن. واش عندنا في العمل السياسي؟ واش جبناه في العمل البرلماني؟ 2011 2007 الإشارة بين قوسين إلى اتفاق، لأن كان نحو الهجوم على الإسلاميين، كان مخطط مدروس بالهجوم على الإسلاميين والتقسيم، وكان الناس يوجدوا 2009 وكانوا كيوجدوا 2012 كيهضروا على 2016 غياب ديال الاسلاميين، ماشي عدم التنميه، عدم التنميه جزء من الاسلاميين، اي ان الرائحه ديال الدين خصها تموت، ونسنسخوا النموذج ديال تونس والنموذج ديال مصر. العدم التنميه كان ضحيه هذا الامر ماشي هي بوحدها، الاحزاب الاسلاميه الاخرى. وفي 2009 العدم التنميه وهنا في مدينه وجده شاهده على ذلك. ماذا تعرض له؟ عدم التنميه. وديك الساعه ما كانت لا 20 فبراير ولا حتى شي حركه.
السياسيه كذلك العداله الاقليميه التي تزبر لها في زكاه تكونها وناضت العداله الاقليميه وما عرفتش على الناس الاخرين ما نهضرش معاهم كانت تضاروا مزيان تضاروا مع احزاب اخرى ونحييهم هذه المناسبه ولكن ديك الوقيته ما كانش معنا شباب كنا ناخذوا التحليلات بنا في 2009 و2011 بشروط بالمقارنه مع 2007 كانت احسن العموم الدستور مقارنه كاين فرق الواقع كاين فرق كاين حراك عربي كاين حراك يعني كاين هناك ضغط من المفروض علينا اننا نشاهدوا في 2011 اكثر من 2007 ولكن الاشكال فين كاين هو ان 2011 كاين الحريه شيء ما ماشي نقول 100% باش ما نكونش عدلي ولا مطلق كاين حريه احسن من 2007 ولكن في 2011 ما غاديش تحس على الربع اللي ديتهم في 2007 مش تحصل عليهم حتى هذا السؤال ديال المقاطعه ماشي لان بغينا ملكيه برلمانيه ولا بغينا ملكيه دستوريه وما لا يدرك كله لا يترك جنبه واللي بغيت ندير انا كاع جمهوري يقول هي تقول جمهوري وخلي الناس هذه اذا خصو يطلب راه يطلب وفق الامكانات ديالو والقدرات ديالو ما يطلبش شي حاجه ما يقدرهاش طموح مزيان ولكن خصك تشوف الواقع ديال برنامج على حساب الواقع الواقع هو هذا الذي نراه لا ينطبع حنا في شبكة العدالة الدنيا ملي كنقول بأننا كنطالبوا قلت هاكم في البداية بما يجب أن نطالب بأكثر مما هو موجود داخل الأحزاب الأحزاب كتضطر حنا نطالبوا بأكثر ولا طالبنا بأكثر من غير شي فرصة ديالنا حنا نكونوا مسؤولين ربما تحقق بالك يا برنامج في 2016 ربما تحقق في 2020 ولكن نجلس هنا ودير رجع لها شنو تسنى بالك يا برنامج تحقق ونقاطع الانتخابات وما تشاركشي هذا كان نوع من غرور الإسلام نقطة أخرى ما يتعلق ب بعد الإشارة استاذ الى بكير احنا ما كان كيجي لهنا كننتقدوا في المنشا كننتقدوا وفي المؤتمر الوطني كننتقدوا وما عمر شي واحد تيقول له انت معصوم من الخطا وما الى ذلك الى الشهادة وربما في الامانه العامه كينتقدوا وهذا الشيء راه واضح وانا كنوجه لاخواني قرا واحد المقال كاين في تلكاي راه مشهور هذا الايام وهذا المقال هذا واحد كاتب واحد كريم البخاري انا ما عنديش علاقه كاع بالاسلاميين يا ساري تيهضر على كيفاش ان حزب العداله الاقليميه بهذا التنوع اللي داخل ديالو كيف انه يصنع حزبا عصريا بمواصفات الاحزاب ديال اوروبا وديال امريكا ما نمشيو بحالهم ولكن بمواصفات عصريه اي انك يكون عندك واحد سياسيا وواحد في المعارضه ماشي تيعارضك من اجل المعارضه ولكن كيقوم فهاد النيابه فيها مجموعه ديال المناضلين اللي كيقوموا على اداء الحكومه وفي نفس الوقت هناك الناس كتخدم في الشارع كتخدم في الاحياء كتخدم في اللجان مع الناس مع الشعب واش نهضر كان على المقر ديالنا واش نهضر كان على الناس اللي كتجي يوميا ما قرا حنا عندنا القيم وكيجي يوميا مفتوح الناس راه كتجي المقر وتجي تقضى مع 9 الصباح ولا 10 تلقى المقر مفتوح بلا لقاءات ديال الهيئات اللي كتنعقد يوم السبت يوم الاحد الجمعيات اللي كنديرو اش نهضر حنا على شينا هذا الواجب ديالنا ومن تحت الحاصل لكن حنا جينا نهضرو على شي حاجه خصنا نهضرو فعلا على واحد الحاجه اللي معقوله حاجه اللي صادقه ماشي تجي تهجم على بنكيران ولا تهجم على علان تهجم على بنكيرا ومن بعد بنكيرا قادر انه يدافع على راسه ولكن كيفاش اننا حنا كشباب هنايا نخرجوا من هذه القاعه وحنا عندنا تصور ضروره الانخراط في الممارسه السياسيه بين قوسين القضيه ديال الاخ استقرار اللي قال بانه بنكيرا وضحت هذاك القضيه ديال نسبه النمو نسبه النمو اللي تضعف في التصريح الحكومي من هنا 2016 ماشي هاد السنه غادي ندير نسبه النمو 2016 اللي توضعات عندنا حنايا في البرنامج ديال الانتخابي ديال الحزب بالنسبه للبرنامج الحكومي هذا شيء اخر كاين فيه واحد النوع ديال التغيير طبعا نقولها كاين نوع ديال التغيير ولكن هذا التغيير تغيير نسبي بسيط وما غاديش نجي شخص يكون الوضعيه اللي جاتها بالكيران فعلا ما عندهمش بعض الصلاحيات لكن الواقع راه بزاف ديال الامور نقولها انا ما غاديش ندافع على بالكيران اشاره لان يعني كيران قادر يدافع على راسه ولكن الا قلنا شي حاجه نقولوها وهي كاينه وما عنديش مشكلة أنا نخاف أن الناس تناقش تمنيت لو أن حتى الإخوان ديال شبه العدالة والتنمية يعني ما يحاولوش يدخلوا بهذا النقاش هذا ديال الصراع الأفكار يعني حنا كنربيو الشباب ديالنا على النقاش على حرية الرأي كيما داكشي مجسد في وسط الحزب مجسد حتى في الشبيبة ماشي هذا كاتب إقليمي اللي قالها هي تيتكون ولا هذا لا بالعكس كلش كيناقش وكلش كينتقد ولكن خص كلشي يعمل ينتقدوا ماشي يكتبوا لا ينتقدوا ويعمل نقطة أخرى كنت بغيت نشير لها معاك كان بزاف ديال النقاط بالنسبة للسياسة كيقول مالك بن نبي
رحمه الله، إذا لم تعيش بمخططك عيشت بمخططات الآخرين. اللي كيتسنى حتى تقد الأمور وتولي الدعوة زاهية ومقادة وعاد يجيو الشباب يشاركوا في العمل السياسي وكذا، ما عمركم تحلموا بأنكم غتوصلوا إلى كنتو مقاسي. قالوا بالدمروا والضحك كما كنقولوا لها راسك تاع الصفار في الميدان وتحرك مع الشعب وتمشي على الشباب وتقنعهم بأن أنا ما عنديش مشكل واحد يكون توري وواحد باغي ما عرفت شنو باغي، المهم هو أنه يشتغل ما تجلسش في دارك. واحد جالس دابا رجلي على رجلي فقط هو يجلس في الأحزاب هو سيري، لا خينا الشباب يمشي ويشارك، ماشي تمشي لعدم التنمية ولا تمشي لليسار أي حزب تمشي له، لا المهم خصك تكون حركة فاعل كدير شي حاجة، كون عارف ولا كون مع ولا كون ضد. وإلا وصلنا لهاد المرحلة أن الشباب كلهم ينخافوا في هذه العملية ديال أنهم يتحركوا، فأكيد أننا سواء كنا في الحكومة ولا ماشي في الحكومة وكانت الأحزاب غادي نزيدوا لقدام. إلا بقينا جالسين كنتسنى حتى يكون العازلين عن المدن يتحركوا وغادي يتفرقوا وغادي نضيعوا سنين أخرى. هذا في البساطة ديالنا. شكرا.